شاركت مع نيكول في التطبيق قبل كده. هو انا ما كنتش موديل، مع احترامي لكل الناس الموديل، انا كنت في يعني كنت اكتر في الكليب، والكليب كان ليه حاله خاصه يعني. هم لما قالوا لي تعالى نعمل كليب، كانت نيكول سابق اول مره تعمل كليب في مصر، وكان ليا الشرف ان اختار الاستاذ ياسر سامي. قال لي تعالى معانا، وده من المخرجين اللي انا بعشقهم، مش انا لوحدي، يمكن كتير قوي المصريين بيحبوا اسم ياسر سامي، الشاشه السوداء والاسم الابيض بيحبها من زمان قوي، لانه هو مبدع في الكليبات بتاعته. فلما قال لي احنا هنشتغل مع نيكول، ونيكول اول مره تصور في مصر، واحنا عايزينك تبقى معانا، كان ليا الشرف ان انا اشارك، وما كنتش اقول لا، لان دي حاجه بفيد بيها بلدي. ده قبل ما ممدوح يستفاد، فبفيد ان انا بصور في الشارع. فلما اصور في قصر النيل، اصور في وسط البلد، اصور في الحاجات دي، لا احنا عندنا امان. واحده سايقه في وسط الشارع وجنبها واحد، والدنيا جميله، وبنغني وبنهرج وبنضحك، لا احنا عندنا امان. فانت بتعملي حاجه، واحد امان، اثنين سياحه. ما هو الكليب ده بيلف على الوطن العربي، ممكن يلف على العالم، تمنيش. فبالتالي هيبقى الفيدباك بتاعه كويس. فلما قالوا لي عجبتني الفكره، مع ان انا كنت موقف موضوع ان انا اطلع كاكتر او اطلع كموديل او اطلع باي شكل، اطلع قدام الكاميرا في تمثيل اي كليب. لكن لما سمعت الاغنيه، ولما شفت الحاله، وشفت السكتش اللي كانوا ماشيين عليه، والستوري بورد المرسومه، والفكره بتاعتهم، لا انا قلت لا لازم اشارك. ليه ما اشاركش؟ يعني هو اللي مش كل حاجه بعترض، لا، لما يكون فيها مصلحه للوطن او مصلحه البلدي، لا انا اول واحد هكون موافق فيها جدا. طبعا طبعا، يعني الحمد لله كان مردودها كويس، بدليل انزلي شوفي الشوارع السياحه، شوفي الاماكن في مصر، الحمد لله كلها كومبليت. دي حاجه مش يعني ممكن اكون انا واحد من 20 30 مليون ساهموا في حاجه زي كده، فدي حاجه يبقى ليا شرف ان انا واحد من 20 مليون قالوا ان مصر فيها امان، مصر فيها سياح، مصر فيها انزل بالليل، امشي امشي على الكورنيش، استمتع بكوبري قصر النيل، استمتع بوسط البلد، اتفرج على البلد. فكان ليا الشرف ان انا اشارك معاهم.